كاينه اللي تجي كبيره بزاف كاينه كيما هنا وحده خرجت الكبيره هي هاد الحشيش غير بنا هي قلت لك تدخل بقيت ندي منها تا لقيتها ما راهاش ما تكملوا الجاف ديال هكذا كيخرج يتحرك واه يحرق هي يخرج وعلى الدود هذا شي هو اللي يضرب عليها هذا يضرب عليه كلش داك هذا الدود دود شي كما تاع التراب الدود فيه الدم تضرب عليه كلش كما الدورة تضيع لك الدم بصح الدورة ما تكونش هنا هنا ما تكونش كاينة ها تكون هنا الدورة فيه الدم هذا فيه الدم الدورة فيه هذا هنا هكذا البلايص هكذا شعلنا واحد جامي توشيتها انا صنظري توشي لا انا شتها واحد طلعها في البور دورة سهلة ثاني بلايص في البور شتها هو يجيبوا من الدورة تمشي حوت قاعد تمشي اي قول شي في بلايص طرق جايب هذيك لا هذيك هذيك الدار والله لا عليك عليك هذه يلا ماشي شوف يا هاي هنا الفوق هاي عاود دخلت كما كيما هذاك الحشيش ثاني يكون فيه ها شوف جمال اللي قلت لك عليها هاي وين راهي شوف ملبسها لداخل شنو نحبسها لداخل ويشتي اسمها تاع جنس سميد غير سميد وحده معلمه معلمه وابا جنة راه في وهران يسار غير غالي فيها خير ان شاء الله صراحة تمنيت ما تركب في السمارة تركب الدود وتزيد صح ولا عجينه العجينه غير لهنا غير لهنا بك عيب الكسبه
صاحب هذه. والريقلاش كيفاش تريقلها؟ تاعش تاع الصنارة هكذا كيفاش تريقلها؟ اي تحزم الصنارة قاحك ما قدر وصاي؟ لا تحزمها فيها فيها عقدة اي جستومو ولكن انت كيفاش راك تريقل فيها هكذا في الماء؟ ايه هذيك دوم في السيارة اي خصك تخلي البايلو ما يرقدش تخليه بسراح باش كي تضرب تحس صح هذيك اللي تركبها اي باش كي تبيكي ولا تحاز لا تعلمك شنو موصف تاعها صح هذي بديت ها صح هذي اللي لا لا ماشي تاعها هي اخرى اعطي لهم خلص شويه هذي يوم 125 شويه بزاف باش يا 139 هذا برومي قديم هذا كيف نديرو مع الزيت تاع السركين باش يحرك ولا كيفاش ديرو فيه هذاك الزيت هذه قصبة برك تبغي تردها كما هذيك ولا تطلعها ولا تترك تبلها على خطها صحيح عندي وحده كما هذه هاي هنا هذه اللي راه خذها خذها ونجيبها هذا البرومي كي طايشوا لهنا هادي جي ها ما ياكلش سما الحوت ياكل بعضه الحوت الكبير علاش يقول لك الحوت الكبير ياكل صغير كاين اللي السيد الحوت الكبير اذا بحوته صغيره يديرها في الصناره ويقيسها تا تشوف نسبة الفلاح الكبير وهذه قدرت العجينة